فضيلة الشيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدخل حجرة عائشة عندما وجد الصور على الكرام حتى قطعت هذا الكرام وجعلته وسائد، فهل أقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا إذا دخلت إلى أي مكان أو محل أو بيت؟ نعم، لا شك أن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم مما أمر الله به، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإذا دخلت على بيت وجدته قد علقت فيه الصور فارجع ولا تدخل، إلا إذا كان لو كلمت صاحب البيت بأن يزيل هذا أزاله فإنك تأمره أو تطلب منه أن يزيله وتدخل، لأن في ذلك مصلحتين: المصلحة الأولى إزالة هذا المنكر، والمصلحة الثانية إتمام إجابتك للدعوة. أما إذا كنت تعرف أنه لن يقبل منك ولن يزيل هذه الصور فإنه لا شك أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أن لا تدخل على هذا. نعم، فضيلة الشيخ، ومثل ذلك أيضا ما يوجد في من صور العائلة أو أبي العائلة أو صور الملك أو صور الأمير أو صور الوزير أو ما أشبه ذلك مما يوجد معلقا في براويز، فإنك لا تدخل ما دام هذا الشيء معلقا حتى يزال.